مشاهدينا الكرام، سنتابع مع البعض من السيدات مباراة كرة القدم كندا 2015 كأس العالم، مباراة بين البرازيل وأستراليا. سنحاول أن نتعرف على مدى متابعة المرأة لكرة القدم وتحليلها للمباريات. هل تشاهدين مباراة كرة القدم للسيدات؟ نعم، تابعت بعض المباريات صاحبة صديقاتي أثناء وجودي هنا بدبي. البرازيل حصلت على فرص كبيرة إلى حد الآن. من سينتصر اليوم في المباراة الثمنائي؟ برازيليان. بغم لماذا؟ على المستوى الفني أسلوب لعب البرازيليات أفضل من الأستراليات. هل ممكن تحليل المباريات؟ فنيا البرازيل تلعب بطريقة أفضل على مستوى التبادل السريع للكرة، أما أستراليا فتركز على الدور الدفاعي والبنية الجسدية الجيدة لمنتخبها. هل تشاهدين المباريات في كأس العالم؟ أتابع كرة قدم الرجال أكثر من كرة السيدات، لأنني أتابع المباريات مع أخي، ولكن كأس العالم للسيدات أصبح يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، لأن كرة قدم السيدات تحسن مستواها كثيراً. وبالنسبة إلي، تابعت مباريات بالملعب بكأس العالم للسيدات بألمانيا، وفي هذه المباراة أرى أن لاعبات البرازيل يتبادلن الكرة بصفة رائعة. الأستراليات يحاولن الضغط أكثر للحصول على الكرة، ولكن أشعر أن الشك بدأ يدخل المنتخب الأسترالي، الأمر الذي قد يستغله المنتخب البرازيلي لتسجيل هدف.